الدجال او المشعوذ اللي قاعد قدامك ده زي ما بيقولوا معاه شهادة 6 افراد في الكرة الارضية واخدينها فقط في الطب، 6 افراد بس في الطب التقليدي، انما كل اساتذة الجامعة وكل الاطباء اللي احتكوا بهذا العلم بصموا بايديهم ورجليهم وعرفوا مين ابراهيم عبد العاطي. مدرسة الطب اللي انا دارسها وتفوقت فيها بفضل ربي سبحانه وتعالى سنين، ومارست الطب في بلادهم اللي علموني، وادي التراخيص وادي مزاولة المهنة موجودة. انما لو البخور بقى زي ما انتوا لسه بتعتقدوا في البخور وفي الحجاب وفي البتاع ده مكسب، انا برضو مكنتش هتجه له، انا عايز علم، لان انا راجل علم، لا مشعوذ ولا بتاع بطاطا ولا بتاع كفتة، انا راجل علم، انما علمي انتوا ما تفهموهوش. لو تعرضت عليا نوبل ما تلزمني، نوبل ما تلزمنيش، لان اصل نوبل، اصل النوبل، اصل نوبل دي ايه؟ اصل نوبل ده ما الكلمة دي غلط، نوبل ده اخترع الديناميت اللي دمر بيه العالم. هاخد جايزة من نوبل؟ مش عايز نوبل اصلا ولا تلزمني، انا عايز دعوة من مريض، عايز دعوة من مريض كان الموت بيشده وانا بشده من الموت بس. انما الطب الغربي عموما بيعمل ايه المرضى الكبد؟ بيطبطب على كتفه لغايه لما يوصله للقبر. اي واحد هاجمني عمره ما هيهاجمني على اني فاشل، لان مفيش فاشل بيتهاجم. في علاج فيروس في مصر يعني المريض لا يمكن يتكلف اكتر من حق علب السجاير بيدخنها في اليوم لمده 3 اشهر، كانه بيدخن علب السجاير لمده 3 اشهر في اليوم. ادي تكلفه علاج فيروسي في مصر، لها الافات. اللي كان الدواء ب 96,000 دولار، تاني يوم الاعلان، اول تاني يوم ما تم الاعلان عن الموضوع بتاع الـ الجهاز والعلاج، تاني يوم بقى 2000 جنيه وبعدين دلوقتي ب 580 جنيه. اقسم بالله لا اجيب امريكا تتعالج في مصر، اقسم بالله لا اجيب امريكا تتعالج من الايدز في مصر. وده قسم صعيدي على فكره، والصعيدي لو صبر على طاره 20 سنه وياخده يقول انا استعجلت. انت تعرف ان باسم يوسف خدمني خدمه لا يمكن كنت اتوقعها في يوم من الايام؟ انه عمل للجهاز بتاعي باتنت بكلمه الكفته، عمل له تسجيل انترناشونال في جميع دول العالم. يعني مفيش داعي بقى انا اروح واسجل حق اختراع ولا بتاع، لا لا مفيش داعي، ده الجهاز ده بتاع الكفته بتاع الدكتور عبد العاطي او ابراهيم عبد العاطي، فاهمني؟ مفيش داعي بقى لا اسجل ولا اعمل له حق اختراع ولا 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 حاجه من دي خالص، مفيش داعي، معروف الجهاز ده بتاع مين، الدنيا كلها عارفه جهاز الكفته، امريكا بس مسميها برجر، ده يعني في الترجمه بتاعتهم بيقولوا برجر يعني مش كفته يعني.